قال المؤلف رحمه الله: متى فُرِضَت الصلاة؟ فُرِضَت ليلة الإسراء قبل الهجرة، دليلها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. يعني دليل وجوبها، يريد بدليلها ليس دليل المشروعية وإنما دليل الوجوب. والصلاة أو الصلوات الخمس فُرِضَت في المعراج، لما عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فلما رجع يعني من لقاء ربه تبارك وتعالى لقي موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، فقال له موسى: ماذا فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تستطيع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل فقال له جبريل: إن شئت. فرجع فأنزل 5، ثم رجع ثم أنزل 5، وهكذا موسى يرد محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا يرد إلى ربه، حتى صارت 5، فقال له موسى: ارجع واسأل ربك التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل شد المعالجة وإن أمتك لا تطيق. فقال: قد استحييت من ربي. فقال الله تبارك وتعالى: قد أمضيت فريضتي ولا يبدل القول لدي، وهي 50 في العمل 50 في الأجر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فظلت في الأجر ك50 صلاة، لكن في الأداء لا نؤدي إلا 5 صلوات. فهو يتكلم هنا عن الصلوات الخمس الواجبات الفرض فرضت في المعراج. نعم.